السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم اصحابي عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في التعليقات تحت. ودلوقتي الاهلاوي يعمل لايك واشتراك، والزملكاوي يعمل اكسبلور ويعمل فول. يلا نبدا الفيديو. على فين يا باشا؟ هنشوف هنعمل ايه مع الليل ده. انا عايز انبهك، الواد ده مستاهل، وصيته مسمع من قبل السجن ان قلبه ميت وما بيحسبلهاش. وبعدين ده بقاله معانا هنا 5 سنين واخد وضعه من المساجين، بس ما بيعملش مشاكل معانا، والدنيا ماشيه على كده يا باشا. وطول ما محدش مات ولا جرى له حاجه احنا بره الليله دي. صدقني يا باشا الواد ده مفتري، بس مش على سليم الانصاري طبعا. افتح يا السجن يا معالي الباشا، مهجومين على واحد وعاملين رجاله شويه عرر. بقول لك ايه؟ بيقولوا انك ظابط ومحمي بدلتك الميري، كنت عرفتك مين الراجل ومين اللي عامل فيها راجل؟ بدله مين يا رحاب؟ انا عندي استعداد اسيب الشغلانه دي، بس بعد ما اعرفك مين هو سليم.